عقد ملتقى النبأ للحوار حلقة نقاشية جاءت هذه الحلقة بعنوان دور مؤسسة الشهداء بمشاركة واسعة ضمت إعلاميين وأعضاء في مجلس النواب وشخصيات أخرى للوقوف على أهم متطلبات عوائل الشهداء. برنامج ملتقى النبأ للحوار والذي نستضيف اليوم فيه السيدة ناجحة الشمري رئيسة المؤسسة لتتحدث لنا عن دور مؤسسة الشهداء ورؤيتها لمستقبل العمل في المؤسسة، لأن هذه المؤسسة تضم الكثير من الشهداء والضحايا الذين ذهبوا نتيجة الأعمال الإجرامية، لذلك هي مؤسسة لها فروع كبيرة وكثيرة. هذا طلب حقيقة هذه الكربلاء، ولإنصاف الحرية وإنصاف الحق الدستوري في التظاهر للمتظاهرين. والاثنين عندنا، واحد من السادة العارض هو قرايب سيد علي، يجوز سيد علي يكون خجول انه طالب السيد، لكن نقول هذا امانه برقبه محافظه كربلاء كامله، انهم ما لم يخرجوا لطلب شخص ولا طلبوا للعجز الحكومي والفشل الحكومي في كربلاء في ذلك الحين. نتمنى ان يكون نحسبون شهداء. والامر الثاني نكون احنا بخدمه مؤسسه الشهداء كوننا نعمل في مجلس محافظه في لجنة الاستثمار ومجلس محافظة للاستثمار في كربلاء، في مطار كربلاء أو في كل مكان في كربلاء، لأجل تطوير هذه المؤسسة والعمل على تنمية الموارد لهذه المؤسسة. وأشار مشاركون إلى دور المؤسسة في رعاية عوائل الشهداء في العراق على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومسمياتهم، وكذلك دور الحكومة في رعاية عوائل الشهداء وكافة مكونات الشعب العراقي. دافعوا عن قيم العراقيين، لأن العراقية، عراقية العراقي تعبر عن مبادئه، قيمه، حبه للوطن، مقدساته هذا سواء كان إسلام أو مسيح أو أي شيء آخر، بس هو مقدس عنده. ولذلك ذكرت كلمة عراقية مو إسلامية فقط. عندنا شهداء من الحزب الشيوعي، عندنا شهداء علمانيين، وعندنا شهداء إسلاميين، وعندنا شهداء سنة، وعندنا شهداء شيعة، وهكذا. توجيه الأموال نحو الاستثمار في قطاع السكن، في قطاع الكهرباء، في قطاع الزراعة، في قطاع الصناعة، تعتقد الحكومة ضمن البرنامج الحكومي، ونحن طبعا المؤيدين لهذا البرنامج ووافقنا عليه بمجلس النواب، أنه تبدأ الحكومة بشكل حقيقي بتوجيه الأموال نحو الاستثمار اللي يخدم كل طبقات المجتمع العراقي، ومن ضمنهم طبعا مؤسسة الشهداء. كما تحدث آخرون عن المشاكل التي تواجه مؤسسة الشهداء وكذلك الحكومة العراقية في الوقت الراهن، تتعلق بملف ضحايا الإرهاب خصوصا في المناطق المحتلة أو المحافظات المحتلة من قبل داعش. نحن أيضا نجد أن هناك مبالغة كبيرة في أرقام وأسماء ضحايا الإرهاب، وبعضهم قاتلوا مع داعش، بل حملوا السلاح مع الدواعش، والآن هناك خلف الكواليس تعطى أرقام كبيرة ومحاولة زج هؤلاء المجرمين ضمن هذا السجل المشرف للعراق وهي مؤسسة الشهداء. ياسر الطالقاني، كربلاء المقدسة.